شفت المخدرات كيف يا اخواني. اما هذا الشاب يا اخوان عمره 32 سنة يستعمل مخدرات يروج المخدرات يا اخوان. كتبوا دائما المكافحة يا اخواني. حط الكلب شو حط القيد. الضابط اخوان لاحظ شيء واحد. لاحظ اخوان الامة بكت على ولدها. اثبت عليها اخوان الضابط قال يا خالة. يا خالة ما هذا ولدك. قتل ولدي. قال ليش ما عندك احساس انت يا خالة. ما عندك احساس. اول مرة اشوف ام لبسك ولدها كلش ثابت عليه. ما قلت تفور خلوه وش المرة هذه يسر عليه. الا اقولكم الله يجزاكم خير. الا اقولكم الله يجزاكم خير. الا وينكم عنا من اول. الا وينكم عنا من اول. تأخرتوا علينا. تأخرتوا علينا. خلاص اسألك بالله عليك بكلامك اللي تقولين هذا. ولدك هذا ايش كان يسوي معكم؟ قالت ولدي ايش يسوي معنا؟ قالت ولدي نستعمل ذاك اليوم المخدرات سوى في الليل ولا في النهار. يجيني وانا جالسه بالصالة. يجيني بالرشاش. يجيني بالرشاش يوجه علي الرشاش. يقول قومي. قومي. يقول قومني من الصالة يا اخوان. يمشيني يا اخوان الرشاش يوجه علي. يطلعني من الصالة يا اخواني. يودني الحوش. يطلعني الحوش يا اخواني. يخليني اشيل ملابسي كاملة. اشيل ملابسي كاملة. يخليني ادور عليه وانا عريانة. يخليني ادور عليه وانا عريانة. انا كذا اقولكم جزاكم الله خير. وينكم بعدنا من اول. عشان كذا اقول تأخرتوا علينا. لا تلوموني.